تانية. أنا معايا على التليفون الكابتن إسلام الملاح، وكيل عبد الكبير الوادي اللي بتألق بشكل كبير جدا مع سموحة في المباراة الماضية أمام الأهلي، استطاع أنه يسجل هدف وكان واحد من النجوم المتألقين. يا كابتن إسلام أهلا وسهلا بكم، مساء الفل. صباح الخير، مساء الفل، مساء النور، سلام عليكم، كله يمشي ما عندناش مشكله. اوراك ايه؟ انا كويس الحمد لله، كله تمام الحمد لله. تمام الحمد لله يا رب دايما. طيب خليني اسالك بقى عن عبد الكبير الوادي وتالقه في الفتره الاخيره مع سموحه، وهو الراجل ايه يعني، عقده فاضل له فيه قد ايه ودنيته ماشيه ازاي؟ انه في كلام كتير على انتقالات وعروض وحاجات شبه كده، نعرف وحضرتك موجود معانا. هو لسه له موسم واحد، هو طب احنا ما يعني كلام كتير بيتقال اللي هو وقع وبتاع، طبعا ما فيش حاجه، احنا طبعا بنحترم تعاقدنا مع نادي سموحه. الكلام اللي بيتقال دوت ما يعني ما فيش حاجه من الكلام دوت صح، يعني الموضوع اللي هو وقع للنادي ولا بتاع، اتقال ان هو وقع، اتقال ان هو وقع للزمالك، اتقال ان هو وقع لبيراميدز، اتقال حاجات كتير. ما فيش حاجه من الكلام دي خالص، ولا الزمالك ولا بيراميدز. لا هو لا ما وقعش في اي نادي من الانديه ديت، ما وقعش في اي نادي من الانديه. طيب هو نفسه عنده تفضيلات في ايه؟ او انت بقى خليك اسالك، انت الوكيل بتاعه، تفضيلات ايه؟ انه يبقى مكمل في سموحه ولا يبقى في نادي تاني من الانديه اللي هو لو تقدم عرض مناسب للاعب وللنادي طبعا هنفكر، لو ما فيش حاجه اللاعب مكمل الموسم القادم في سموحه. طب نسال السؤال الصح بقى، هل في عروض جات لك او في كلام جالك من الاهلي، من الزمالك، من بيراميدز؟ هو يعني بص، هو الحاجات دي انا ما اقدرش اقول دلوقتي طبعا، عشان انا لو نسيت فيوتشر فانا اديني افتكرته، ففيوتشر ادي الاربعه. انا بقول لحضرتك لو في حاجه من الكلام ده انا ما اقدرش اقول دلوقتي طبعا، هسيبها لوقتها. بس فاهم، ان شاء الله اليومين الجايين دول هيبان كل حاجه. طب حد من الاربعه دول اتكلم معاك فيهم؟ مش تقولش اسماء الانديه اهو، شوف سهل ايه. والله ما اقدر اقول فعلا دلوقتي، احتراما فاهم ايه، يعني احتراما للناس اللي اتكلمت او ما اتكلمتش، فانا ما اقدرش اقول حاجه من الكلام ده. خد بالك ان اللعيب نفسه قال انه بعد الموسم هيبقى فيه انتقال كبير، هو اللي قال مش احنا، فانت خد بالك بقى يعني. هو في حاجات ممكن من بره مصر، من بره مصر، وعنده حاجات كمان من بره مصر. طيب ده الحاجه ده، انما هنا في مصر انا ما اقدرش اتكلم في حاجه دلوقتي يعني. طيب. في حاجات ممكن تبقى من بره مصر، في انديه ممكن تكون بتتكلم. ناويين تاخدوا القرار امتى؟ يعني لسه بدري على الدوري لسه هيخلص في شهر 8، فلسه معانا وقت يعني. طيب انتوا ناويين ان هو لما يمشي يبقى ماشي يعني عن طريق النادي بتاعه، ولا هتستنوا لحد ما يبقى فري خالص ويمشي؟ لا لا لا، لو في عرض مناسب فاهم للاعب فاهم وللنادي دي، لا فاهم، لو ما فيش اللاعب فاهم مستمر الموسم القادم في سموحه. طيب سموحه طالبين يجددوا ولا ما طلبوش وما اتكلموش؟ لغايه دلوقتي لا، ما فيش حاجه من الكلام دوت فاهم، ما اتكلمناش في حاجه يعني خالص، ما فيش اي حاجه من سموحه. انا بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك كل التوفيق يا كابتن اسلام. حبيب. بشكرك شكرا جزيلا كابتن اسلام الملاح، وكيل الكابتن عبد الكبير الوادي. طيب فريق الاعداد بتاعنا الحياة فضل ماشي، علشان ماشي ورا الخيط من اول الحلقه عشان نوصل للكابتن محمد عباس، مدرب وزوج الكابتن